هناك هذه المجموعة من اللاعبين ليس لديها الخبرة يريد أن يصنع الفارق في المجهود الفردي، لأن لديه يضبط الخطوات القانونية لحائط صد المنتخب الألماني. نيمار عنده الكرة الثابتة 28 متر عن مرمى تيمو هورن، والمنتخب البرازيلي متقدم إلى الأمام. الكرة الثابتة هل تسدد مباشرة على المرمى؟ الجماهير البرازيلية الحاضرة بكثافة في ملعب المباراة تتابع وتراقب، لكن خطأ عند نيمار. الكرة الثابتة دائما عند نيمار. ما الذي سيفعل نيمار وحارس المرمى؟ لديه مبالغة كبيرة جدا في الذهاب إلى الزاوية الأخرى. هل يستطيع نيمار أن يسجل؟ ممتاز، الله جدا. وقلت أن حارس المرمى بالغ كثيرا في الذهاب إلى الزاوية الأخرى، ونيمار